غير شكل يعني. إبراهيم من وين جاينا؟ أنا جاي من الرياض. أجل مسير علينا من العاصمة. لازم. وآدم أنت من وين جاي؟ بيروت. حلو، كل واحد جاي من عاصمته. طبعا. يا مرحبا بكم. إبراهيم أنا اللي أعرفه عنك أنت ولد الرياض عاد، يعني دائما ما يقعد في العاصمة، طول وقته في البر. في البر يعني. فمو غريبة عليك الجو؟ أكيد مو غريبة. خبرنا إيش رأيك في الجو؟ والله جدا رائع، من أول ما دخلت وشفت الإضاءة من بعيد كذا فحسيت إن مخيم. مع آدم وعد يعني أكيد راح يطلع رائع جدا ومخيم وفي نفس الحياة اللي احنا عايشينها هناك. أي يعني شيء مو غريب عليكم أبدا. أنا كذا قصدا عشان إيش أخذ منك أكثر كمية من الأغاني. يا سلام. آدم أنت شلون حسيت الجو لما دخل؟ حلو، عجبني الجو كثير. عجبك الجو؟ انت متعود على البر وكذا ولا ما تحب دائما؟ لا ما كثير. ما تحب تطلع؟ لا. ولا يعني سفرات خليج انه رحت او كذا ولا ما في؟ تحب أبداً. الجبل والثلج و... لا وبحب هالعادات كمان بس اول مره يعني. انت لانك يعني صاحب طرب يعني تيالي جو زي كذا يخليك طبعا تحس طبعاً. بوجودي كمان. الله يخليك. طيب إبراهيم على طاري طلعات البر أكيد صاير لك موقف كذا تقول الله البر يا شيخ لا ماني بالبر، أكيد صاير موقف كذا تشاركنا فيه تقول لنا عنه إيش صار؟ بصراحة يعني أنا في البر مع الشباب طبعا إحنا لما صرنا فنانين تغير وضعنا، صرنا ما عاد نطلع كثير زي أول، بس في البر كثير احب البر، احب اقعد كثير في البر دائما في المخيم. اي طبعا الشباب. اكيد. اي طبعا انا بطبخ للشباب بعض الاحيان. والله يعني لازم. والله طبخ العزوبيه نسميه. اكيد ذبيحه وكبسه لازم. ما يحتاج هذا، هالشيء روتين طبعا، روتين ما نخلع عنه ابدا عشان بس يعرفوا الجمهور احنا في السعوديه كيف مظلومين. ها كبسه وبعدين يقولوا كيف نصير نحاف ونتعذب ناكل كبسه. صعب ما في. اي صعب في اي مكان كبسه، في اي مكان كبسه يعني. طيب طبعا الحمد لله والشكر على النعمه اللي احنا فيها. لا في نفس الشيء انا اخاف من شيء بالبر طبعا، انا احبه كثير بس ما احب امسكه اللي هو الضب. اي تعرف ايش يعني الضب ادم؟ لا هلا. الضب اللي زي التمساح بس صغير. صغير. شو يسموه؟ اسمه ضب، احنا في السعوديه في الخليج يسموه ضب. انتم تسمونه تمساح يمكن. تمساح صغير بس حليل توه مولود. صغير. اي طيب. هو طلع طبعا واحد من الشباب الله يستر عليه شاله. اي. طلع من يده وكان مخبيه في يده كذا. وشاله وحطه علي هنا على كتفي انا ما ادري. والله هذا الموقف عن جد يعني انا اذكر هالموقف لي قلب كياني. يا الله يا ابراهيم خلاني احرق الكبسه والله.